السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناتنا، قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الدرس الخامس من منهاج الصف السابع الأساسي لمادة الرياضيات. طبعا عندي أنا ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها. الآن في البداية لو إحنا أخذنا مثال بسيط تمهيدا للدرس، لو أنا طلبت منك بدي تجيب لي ناتج 6 ضرب سالب 2. الآن لما أنا أقول لك 6 معناته أنا في عندي 6 مجموعات، 1 2 3 4 5 6، وكل مجموعة فيها العدد 2، يعني فيها عنصرين، فيها عنصرين، هاي عنصرين، هاي عنصرين، 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 عنصرين بهذا الشكل. طب ايش حكاية السالب؟ السالب هذا ممكن يكون في عليك خصم او عليك دين او اشتريت اشي يعني دفعت، فهي معنى السالب. فالان انت لاحظ عندي جمع متكرر، يعني هتحكي هي سالب 2، هتجمعهم مع هي سالب 2، بعدين هتجمع سالب 2، بعدين هتجمع سالب 2 بهذا الشكل، هي 1 2 3 4، هتجمع ايضا سالب 2 هي 5 وهي سالب 2. الان اجمع، لاحظ انت كله سوالب يعني النتيجه سالب، وهتجمع 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2، حيكون الجواب 12 والنتيجه حتكون معك سالب 12. فمعناته انت حتفهم انه سالب، انت الان حتفهم انه العدد 6 لما انا اضربه في العدد سالب 2 النتيجه ايش حتكون معك؟ حتكون النتيجه معك سالب 12. لاحظ انت اشاره العدد 6 مالها؟ اشاره موجبه. ولاحظ معايا اشاره العدد 2 اشاره سالبه. علشان هيك راح نتعلم القاعده الاولى، عند ضرب عددين مختلفين في الاشاره رايح يكون الناتج عددا سالبا. إذا القاعدة الأولى رايحين نتعلمها عند ضرب عددين مالهم مختلفين، مختلفين في الإشارة رايح يكون عندي في الإشارة يكون الناتج ماله عددا سالبا، حيكون الناتج عددا سالبا. نشوف أمثلة عشان الصورة توضح لنا أكثر من هيك، نشوف مع بعض. معطيني في عندي من الكتاب المدرسة نشاط رقم 3، في عندي من الكتاب المدرسة نشاط رقم 3 من صفحة معطيني اياها 23، بحكي لي البند الاول الف بده ناتج سالب 2 ضرب 17 بده يساوي كام، والبند ب معطيني 4 ضرب سالب 10 بده يساوي كام، والبند ج معطيني سالب 8 ضرب 6 بده يساوي كام. الآن مع بعض احنا فهمنا القاعدة وتعلمنا انه لما انا اضرب عددين مختلفين في الاشارة النتيجة سالب، يعني انت عندك العدد 2 اشارته سالبة والعدد 17 اشارته مالها؟ اشارته موجبة. اذا الان حقول له سالب ضرب موجب، يعني عدد سالب ضرب عدد موجب النتيجة عدد سالب. والان بتقول له 2 ضرب 17 بده يكون عندك 34، النتيجه النهائيه رايحه تكون سالب 34. بالنسبه للبند ب معطيني عدد موجب ضرب عدد سالب، النتيجه اتفقنا عدد سالب. والان حيصير كالتالي 4 ضرب 10 40، اذا النتيجه النهائيه رايحه تكون سالب 40. بالنسبه للبند ج سالب ضرب موجب سالب، و8 ضرب 6 48، رايح يكون الجواب سالب 48. يعني انت بشكل عام لما تقول عدد موجب ضرب عدد سالب النتيجة حتكون عدد سالب، ولما تقول عدد سالب ضرب عدد موجب برضو النتيجة حتكون عدد سالب.
بتمنى يكون المثال واضح وما فيش فيه أي مشكلة. هذا بالنسبة لما أنا بضرب عددين مختلفين في الإشارة بتكون النتيجة عدداً سالباً. طبعاً ما ينطبق على قاعدة الضرب ينطبق على قاعدة القسمة. يعني كيف؟ لو أنا طلبت منك مثلاً سالب 5 ضرب 2، رايح تحكي لي العدد السالب ضرب العدد الموجب إيش النتيجة؟ سالب، وخمسة ضرب 2 حيكون 10. طيب لو الآن إحنا عكسنا العملية، قلنا سالب 10 تقسيم 2، لو قلنا سالب 10 تقسيم 2، أول خطوة هتحكي عن الإشارات، هتقول العدد السالب تقسيم العدد الموجب سالب، وعشرة تقسيم 2 هيساوي 5. سهلة جدا الفهم بقاعدة الضرب، بيقدر يمشي يعني ويحل في أسئلة القسمة، تمام؟ أيضا لو أنا طلبت منك 6 ضرب سالب 3، هتحكي لي النتيجة كم؟ 6 إشارتها موجبة والثلاثة إشارتها سالبة، رايح يكون عدد موجب ضرب عدد سالب سالب، وستة ضرب 3 18. الآن نعكس العملية، فرايح يكون الجواب عندي كالتالي. الآن لما أنا أحكي له سالب 18 تقسيم 6، الآن رايح تحكي له العدد السالب تقسيم العدد الموجب سالب، و18 تقسيم 6 هتحكي لي 3. إذا القاعدة الثانية، عند قسمة عددين مختلفين في الإشارة رايح يكون النتيجة عندي مالها؟ عددا سالبا، ولكن المقسوم عليه لا يساوي صفرا، ولكن المقسوم عليه لا يساوي صفرا. إذا القاعدة الثانية هيحكي لي إشارة ناتج، تمام؟ إشارة ناتج قسمة عددين مختلفين في الإشارة طبعا هتكون شمالها سالبة، دائما هتكون سالبة، تمام؟ ولكن بدك تلاحظ حيث أن المقسوم عليه إشماله لا يساوي صفرا، لأنه لو أنت رحت قلت لي مثلا 0 تقسيم 5 هيساوي صفر، 0 تقسيم 10 هيساوي صفر، 0 تقسيم سالب 2 برضو هيساوي صفر، والصفر طبعا ليس له إشارة. الآن إن شاء الله رايحين نتكلم عن النشاط الخامس من الكتاب المدرسي. هنتكلم في عندي نشاط، أي نشاط 5 صفحة كام؟ صفحة 23. النشاط طالب مني أكمل ما يلي، معطيني البند الأول سالب 5 ضرب 6 بده يساوي كم؟ البند اللي بعده ب معطيني اياه سالب 100 تقسيم 4 بده يساوي كام؟ وجيم طالب مني سالب 12 ضرب 7، وبالنسبة لدال دال طالب مني 24 تقسيم سالب 8، والبند ها 0 ضرب سالب 150. وأخيرا عندك البند اللي بعده واو سالب 1200 ضرب 300، سالب 1200 ضرب 300. ما فيش أي مشكلة، إن شاء الله الأمور تكون سهلة. عندي العدد السالب ضرب العدد الموجب، قلنا عند ضرب عددين مختلفين في الإشارة النتيجة سالب، وعندك 5 ضرب 6 كلكم حافظين جدول الضرب 30. بالنسبة للباء، باء بحكي لي سالب 100 تقسيم موجب 4. الآن عند قسمة عددين مختلفين في الإشارة النتيجة سالب، وعندك 100 تقسيم 4 طبعا هتحكي لي 25. بالنسبة للبند جيم، عند عدد سالب ضرب عدد موجب، يعني سالب ضرب موجب سالب، وحتضرب 7 ضرب 2 14، وواحد في اليد
7 ضرب 1 7 1 8 اذا النتيجة سالب 84. بالنسبة للبند د بحكي لي عدد موجب تقسيم عدد سالب سالب و24 تقسيم 8 3. الان 0 ضرب سالب 150 طبعا 0 لانه 0 ضرب اي عدد النتيجة 0. الان عدد سالب ضرب عدد موجب تحكي له سالب. بالنسبة لناتج ضرب 1200 ضرب 300 عادي في عندي صفرين وصفرين يعني 4 اصفار بحطهم هكذا وبقول له 12 ضرب 3 هيكون 36 يعني الجواب سالب 360 الف. تمام ان شاء الله يكون النشاط سهل وما فيش فيه اي مشكلة. الان ان شاء الله بدنا نتكلم لما نضرب عددين يكونوا لهما نفس الإشارة. الآن بكل سهولة إن شاء الله راح نتكلم عن ضرب عددين لهما نفس الإشارة. طبعا لما أنت تحكي 3 ضرب 3 يعني عدد موجب ضرب عدد موجب النتيجة عدد موجب، و 3 ضرب 3 حيكون 9. ولما تحكي 12 ضرب 2 طبعا الإشارة الموجبة إحنا ممكن نكتبها ممكن ما نكتبهاش، يعني ممكن أقول له موجب 12 ضرب 2 النتيجة هتكون موجب 24. أيضا بالنسبة للإشارة السالبة بدك تنتبه معايا، سالب 2 ضرب سالب 3 النتيجة عدد سالب ضرب عدد سالب بده يصير عدد موجب، و2 ضرب 3 بده يساوي 6. الآن أيضا لو قلت لك بدي سالب 5 ضرب مثلا سالب كام 12، الآن هتحكي لي سالب ضرب سالب موجب و5 ضرب 12 60. إذا القاعدة الثالثة اللي رايحين نتعلمها عند ضرب عددين لهما نفس الإشارة، عند ضرب عددين لهما نفس الإشارة يكون الناتج اشماله عددا موجبا، عددا موجبا يعني الامور سهلة وما فيش فيها مشاكل ان شاء الله. نيجي نشوف الانشطة، نيجي نشوف الانشطة الموجودة على هذا الكلام. في عندك معطيك نشاط 7 صفحة 24. نشاط 7 بحكي لي أكمل ما يلي، معطيني 7 ضرب سالب 8، بعدين بده هذا طبعا البند ألف، البند ب معطيني 56 تقسيم سالب 8، وعندي جيم سالب 9 ضرب 6 بده يساوي كم، ودال سالب 54 تقسيم سالب 9 بده يشوف النتيجة كم بدها تكون معانا. لاحظ معايا لما انت تضرب عدد موجب ضرب عدد سالب النتيجة عدد سالب، وسبعة ضرب 8 طبعا النتيجة 56. نيجي للبند الآن ب، لما بدي أقسم عدد سالب تقسيم عدد سالب النتيجة عدد موجب، و56 تقسيم 8 هيكون الجواب كام؟ 7. الآن لما أضرب عدد سالب ضرب عدد موجب النتيجة عدد سالب، و9 ضرب 6 طبعا الجواب 54. بينما لما بدي أقسم عدد سالب تقسيم عدد سالب النتيجة عدد موجب، و54 تقسيم 9 النتيجة هتكون موجب 6. والقاعدة الرابعة اللي رايحين نتعلمها عند قسمة عددين لهما نفس الإشارة يكون الناتج عددا موجبا. إذا عند قسمة تمام عددين لهما نفس
الإشارة يكون الناتج ماله؟ يكون الناتج عددا موجبا، يكون الناتج عددا موجبا. الآن في عندي أيضا نشاط 8 من الكتاب المدرسي، نتناقش فيه مع بعض، نحله ونشوف إيش بده السؤال. النشاط اللي بعده هي نشاط 8 صفحة 25، بيحكي لأكمل ما يأتي بإيجاد الناتج. البند الأول أو المطلوب الأول معطيني سالب 7 ضرب سالب 11، بعدين بده سالب 3 ضرب سالب 27، طبعا هنا بدنا الجواب، وهنا عندي سالب 11 ضرب سالب 55، بده سالب 88 تقسيم سالب 8، أيضا طالب سالب 120 تقسيم سالب 12، وأيضا عندي سالب 78 ضرب سالب 101. سؤال زي هذا ما فيش أي مشكلة، بنتناقش وهنحله بالتفصيل على الآخر، كيف الضرب بده يتم، كيف القسمة بدها تتم. عندي عدد سالب ضرب عدد سالب، طبعا النتيجة عدد موجب، و7 ضرب 11 يعني 7 ضرب 1 7، و7 ضرب 1 7 يعني 7 ضرب 11 يعني بدها تكون 77. الآن عندي عدد سالب ضرب عدد سالب موجب، و3 ضرب 27، للي في عنده صعوبة في الضرب يقول عادي، 3 ضرب 7 21، عندك 2 في اليد، و3 ضرب 2 6 زائد 2 8. الآن عدد سالب ضرب عدد سالب حيكون النتيجة عدد موجب، واللي عنده مشكلة في الضرب بإمكانه يحكي لي زي هيك، عندي هي 55 ضرب 11 حيصير عندي 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 5 5 بتشطب هذه بتحطها على صفر، 1 ضرب 5 5 1 ضرب 5 5 اجمعهم مع بعض بصير عندك كالتالي، 5 زائد 0 5، 5 زائد 5 10 1 في اليد، وواحد وخمسة إذن الجواب 605. لا البند اللي بعده معطيني سالب 88 تقسيم سالب 8، طبعا عدد سالب تقسيم عدد سالب النتيجة موجب، 88 تقسيم 8 حيكون 11، الآن سالب تقسيم سالب موجب، و120 تقسيم 12 طبعا الجواب 10 لأنه 10 ضرب 12 120. الآن عندي عدد سالب ضرب عدد سالب النتيجة عدد موجب، وبالنسبة للمية واحد ضرب 78 بإمكانك أنت تكتب زي هيك، هاي 101 وتضربها في 78 عملية ضرب، 8 ضرب 1 8، 8 ضرب 0 0، 8 ضرب 1 8 بتحط هنا 0 وبتشطب، 7 ضرب 1 7، و7 ضرب 0 0، و7 ضرب 1 7 حيكون عندي بتجمع 8 7 8 7، إذا النتيجة 7878 78. أنت بإمكانك طبعا تحكي كالتالي، المية واحد هي عبارة عن 100 زائد 1، فبإمكانك تقول 100 ضرب 78 حيطلع عندك 7800، واحد ضرب 78 78، 78 ضيفهم لل 800 فحيطلع معك 7878. هذه طريقة الضرب وهذه طريقة الضرب، انت اختار اللي بتحبها واللي ممكن تكون سهلة عليك وما يكونش في عندك فيها اي مشكلة. طيب الان لو اجينا في تدريبات وحكينا هنا تدريبات إفرائية، تدريبات مدينة التدريبات بده رقم واحد، بدك تجيب ناتج الضرب، ويحكي لي جد ناتج ما يلي. البند الأول بحكي لي 14
ضرب 1235 ناقص 8 ضرب 1235. مسألة زي هذه انت عشان تحلها اول شيء لازم تكون عارف اولويات العمليات الحسابية. في عندي الاسس، بعدين في عندك الاقواس، بعدين عندك المرحلة اللي بعدها بتيجي الضرب او القسمة، وضعها في مرحلة رايحة تكون الجمع والطرح. علشان هيك انت لاحظ معايا في الاقواس الاولى في عندي 1235، والاقواس الثانية 1235. بإمكانك تاخذ ال 1235 عامل مشترك. الآن انت لما تاخذ من القوس هذا ال 1235 حيضل في القوس 14، وهذه الإشارة ناقص زي ما هي. أيضا القوس هذا لما انت بدك تاخذ منهم ال 1235 رايح يضل عندك ال 8. طبعا لاحظ معانا هنا حيكون في إشارة ضرب لا تكتب، ولكن احنا بنبقى فاهمين انها موجودة. اذا نلاحظ ال 1235 1235 رايح تضربها 14 ناقص 8 رايح تحكي لي 6، والان بتضرب 6 ضرب 5 30، يعني 0 و 3 في اليد، 6 ضرب 3 18 زائد 3 21، 1 و 2 في اليد. الان 6 ضرب 2 12 زائد 2 14، 4 و 1 في اليد، و 6 ضرب 1 6 زائد 1 طبعا 7، فالجواب راح يكون معاك 7410. نيجي الآن للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طالب منك بدك توجد هذا رقم 2 57 ضرب 63 زائد 63. ايضا لاحظ انت في عندك هنا عملية ضرب ثم عملية جمع، ولكن في هنا 63 وهنا 63، بامكاني اخذ ال 63 عامل مشترك. الان حيصير عندي لما اخذ ال 63 من القوس هذا بضل عندي 57، هذه الاشارة زائد ال 63 هذه، بقول له تقسيم 63 بضل 1، حيساوي عندي 63 ضرب 58. الآن بدنا نعمل عملية الضرب، نعملها مع بعض. هتكتب 63 رايح تضربها مع مين؟ مع 58، وهتعمل بهذا الشكل. الآن 8 ضرب 3 24. الآن 8 ضرب 6 هتحكي لي 48 و 2 50. الآن بنحط هنا صفر وبنشطب هدول مع بعض. 5 في 3 15، 5 و 1 في اليد، 5 في 6 30 و 1 31. طبعا انت هتقسم هدول زي هيك، الترتيب في الرياضيات مهم جدا، وتعمل عملية الجمع. الآن حيصير عندك كالتالي 4 زائد 0 4، و 0 زائد 5 5، و 5 زائد 1 6، وهنا طبعا في 0 0 زائد 3 3، فالجواب رايح يطلع معك بالنهاية 3000. النتيجة هتكون 3654. السؤال سهل بس شوية تركيز، وأكون حافظ جدول الضرب عشان يسهل عملية إيجاد الناتج. بيحكي لي السؤال الثالث سالب 306 ضرب العدد 1. رايح يكون معانا كالتالي، العدد سالب هذا 360 والعدد 1 إشارته موجبة. طبعا احنا قلنا عند ضرب عددين مختلفين في الإشارة النتيجة سالب، وطبعا 1 ضرب 360 حيكون الجواب 360. بالنسبة للمسألة اللي بعديها رقم 4 بيحكي لي 7 زائد سالب 15، حطيت لي اياهم في أقواس بهذا الشكل، ضرب العدد 4. النتيجة رايحة تكون كالتالي. الآن أول شيء حتجيب ما بداخل الأقواس، موجب 7، وهنا عندك إيش في عندك؟ موجب ضرب سالب سالب، تمام؟ الآن بصير عندي 7 ناقص 15، النتيجة حتكون سالب 8، وضرب 4 بكتبها زي ما هي بهذا الشكل، وإحنا اتفقنا سالب ضرب موجب سالب، و8 ضرب 4 32. الآن نشوف الرقم 5 إيش بده منا. أحكي لك 49 تقسيم 7، حتطلي إياهم في أقواس، زائد 1. ماشي الحال،
100 بداخل الأقواس 49 تقسيم 7، هتقول لي 7 لأنه 7 ضرب 7 49، وزائد 1 هذه تكتب كما هي. الآن 7 زائد 1 النتيجة راح تكون 8. بالنسبة للسؤال السادس معطيني القيمة المطلقة لسالب 33، بده اياها نجيبها زائد 5 ضرب 20 ويساوي. أول حاجة ما فيش مشكلة، عندي القيمة المطلقة للسالب 33 هتحكي لي 33 وهتكتب إشارة الزائد، وهدول هتحطهم في أقواس بهذا الشكل. 5 ضرب 20 طبعا كلكم عارفينها 100، والآن بكل سهولة 33 زائد 100 هيصير عندي 133. الآن في عندي أيضا البند السابع طالب منك توجد قيمة رقم 7، بده ناتج سالب 22 ضرب 4 تمام، بعدين بحكي لي تقسيم 8 مضروبة في سالب 66 تقسيم 6. نشوف النتيجة مع بعض. أول شيء ما بداخل الأقواس عندي سالب 22 ضرب موجب 4، يعني عدد سالب ضرب عدد موجب عدد سالب، وعندك 22 ضرب 4 8 أو 8. الآن تقسيم، الآن الثمانية هذه شايفها هيها بكتبها زي ما هي، بقول له ضرب. الآن سالب تقسيم موجب سالب، و66 تقسيم 6 طبعا هتحكي لي 11، هيصير كالتالي، هي سالب 88 زي ما هي وهي القسمة زي ما هي. لاحظ انت العدد 8 هذا اشارته موجبة، بدي اضربه بالعدد 11 اللي اشارته سالبة، يعني موجب ضرب سالب سالب، و8 ضرب 11 طبعا 88، واحنا اتفقنا في القسمة لما بدنا نقسم عددين متشابهين في الاشارة رايح يكون النتيجة عدد موجب، و88 تقسيم 88 1، فالنتيجة النهائية رايحة تكون موجب 1. وبهيك احنا بنكون حلينا التدريب الإثرائي الأول. الآن التدريب الثاني طالب منك بقول لي حل المعادلات الآتية، بده بحكي السؤال الثاني التدريب الثاني حل المعادلات الآتية. ما فيش أي مشكلة، المعادلة الأولى اللي معطيني إياها 2 ضرب فاتح أقواس كاتب سين زائد سالب 5، بعدين بحكي له يساوي 2 ضرب 7 زائد 2 ضرب سالب 5 تمام، ما فيش أي مشاكل إن شاء الله تعالى. أول خطوة بدنا نشوف إيش في حاجات بدها تظبيطات في السؤال. الآن لاحظ 2 ضرب، نيجي لسين شايف هذه موجب ضرب سالب، يعني حصير سين ناقص 5 يساوي. الآن هدول احنا اتفقنا عملية الضرب تسبق الطرح والجمع، يعني حصير 2 ضرب 7 14. الآن ركز معايا، 2 ضرب سالب 5 عددين مختلفين في الإشارة ناتجهم ايش اتفقنا؟ ناتج الضرب عدد سالب، و2 ضرب 5 10. طيب الآن لاحظ هنا في عندي إشارة موجبة وهنا إشارة سالبة وهنا في إشارة ضرب مش مكتوبة، يعني أنت حتضرب عدد موجب ضرب عدد سالب عدد سالب، والعشرة بتنزل زي ما هي من غير أي مشاكل. الآن حيصير عندي 2 مضروبة في مين؟ في القوس سين ناقص 5 حيساوي بكل سهولة 14 ناقص 10، الآن الجواب 4، لأن تخلص من العدد 2 اللي هنا فبقسم الطرفين على 2، هدول بروحوا مع بعض، بضل الطرف الأيمن س ناقص 5 يساوي. شوف إيش بده يصير، الآن 4 تقسيم 2 2، أنا بدي قيمة س لحالها، معناته السالب 5 هذه بجيب لها النظير الجمعي أو بنقلها على الطرف الثاني، لأن لما انقلها على الطرف الثاني بدل ما هي سالب 5 حتصير موجب 5، وبضطر منشطبها من الطرف مين؟ الأيمن، فالطرف الأيمن راح يفضل معايا س تساوي 2 زائد 5، النتيجة رايحة تكون 7. طيب بالنسبة لنفس السؤال هذا أنت بإمكانك أنت طبعا تحله بطريقة أسهل من الطريقة اللي أعطناك إياها، بس إحنا حبينا نحله في طريقتين
عشان انت تتعلم اكبر كمية من الطرق ويصير عندك افكار كتيرة. الان لو احنا نظرنا للطرف الايسر، بلاحظ في عندي العدد 2 مضروب في مين؟ في العدد 7، والعدد 2 مضروب في العدد سالب 5، معناته العدد 7 حيكون هان. يعني توزيع عملية الضرب على عملية الجمع، توزيع عملية الضرب على عملية الجمع. طبعا بستفيد منها استفادة كبيرة وعلى السريع بنحل، يعني سين هتساوي مباشرة 7. لاحظ قال لك 2 ضرب سين، اعتبر هذه سين، تمام. بعدين مرة تانية، مش احنا اتفقنا الإشارة الموجبة بنكتبها زي ما هي؟ هي مسك الإشارة الموجبة هذه وكتبها زي ما هي، تمام. بعدين قال لك 2 ضرب سالب 5 كتبها، إذا سين واضح جدا لازم تكون 7. هذه طريقة بسرعة ممكن تستخدمها ويكون الحل. ولكن الطريقة الأولى اللي شرحناها عشان هنستفيد منها في السؤال التالي، ركز معايا علشان تستفيد إن شاء الله وما يكون في عندك أي مشكلة في الدرس بإذن الله تعالى. لو أنا طلبت منك بدي 4 ضرب سين ناقص 2 في أقواس يساوي 32 مضروبة في 3 سين زائد 5. مسألة زي هذه أنت كيف ممكن تحلها؟ أول شيء لاحظ ما يلي، في عندي هنا 4 خارج الأقواس، وفي عندي هنا 32 أيضا خارج الأقواس. أنا بعرف إن الأربعة تقبل قسمة 4 وال32 تقبل قسمة 4، إذا 4 تقسيم 4 1، إذا الطرف الأيمن حيضل من عندك س ناقص 2 يساوي، الطرف الأيسر 32 تقسيم 4 حيفضل 8 مضروبة في 3 س زائد 5. الآن الفكرة إنه لازم الثمانية هذه ندخلها على الأقواس، الثمانية تعبر على الأقواس، معناته الطرف الأيمن حيظل زي ما هو، بينما الطرف الأيسر 8 ضرب 3 حتقول لي 24 وسين تكتب كما هي، والثمانية هذه إشارتها موجبة والخمسة إشارتها موجبة، عند ضرب عددين متشابهين في الإشارة النتيجة عدد موجب، وثمانية ضرب 5 هتحكي لي 40. الآن كل اللي عليك رايح تعمل ما يلي، تخلي السينات في طرف والأعداد في طرف تاني. يعني الآن شايف السين هذه هيها زي ما هي، كتبناها زي ما هي. الآن الأربعة وعشرين سين لما بدي أوديها عندها، مش الأربعة وعشرين عدد موجب، لما بدي أنقلها من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن بدي أغير إشارتها، يعني بدل ما هي موجب حصير سالب 24 سين، حصير سالب 24 سين، معناته حشطبها من الطرف مين؟ من الطرف الأيسر. طيب وإيش حتعمل؟ حتمسك تقول لي يساوي الطرف الأيسر ضل عندك موجب 40، برجع للطرف الأيمن بقى لاحظ السالب 2 عدد سالب، بوديه على الطرف الأيسر حيصير عدد موجب. بهيك أنا بكون خليت السينات عند السينات والأعداد الصحيحة عند الأعداد الصحيحة. حيصير عندي هنا في عندي موجب واحد مش مكتوب، تمام. موجب واحد ناقص 24، طبعا احنا خدنا الجمع والطرح، هتقول لي سالب 23 وسين بتضلها زي ما هي، هنا سين ضلتها زي ما هي، زي ما اقول لك انا معك شيكل وفي عليك دين 24 شيكل، الشيكل هو عبارة عن السين، طبعا انت سديت شيكل واحد وضل عليك سالب يعني دين 23 شيكل، بينما 40 زائد 2 طبعا هتحكي لي 42. انا بدي سين لحالها بدي اتخلص من معامل سين، اذا هقسم الطرفين على معامل سين، معامل سين هنا مكتوب سالب 23 وهنا سالب 23. هتلاحظ مايل انه سالب 23 تقسيم سالب 23 بروحوا مع بعض هيضل سين لحالها، بينما هنا عدد موجب تقسيم عدد سالب، اتفقنا عدد سالب وضل عندي 42 على 23، وبهيك بكون أنا أوجدت قيمة سين أو حليت المعادلة زي ما هو طالب مني. بالنسبة للمسألة اللي بعديها برضو بقول لي حل المعادلات الآتية أو أوجد قيمة سين،
معطيني مسألة بسيطة بحكي لي 3 زائد سين تساوي سالب 5. ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. أنت ما عليك إلا الثلاثة هذه تنقلها على الطرف الأيسر، يعني حتشطبها من الطرف الأيمن، حصير هنا طبعا بدل ما هي موجب 3 حصير سالب 3. الطرف الأيمن حيفضل عندك في موجود سين، الطرف الأيسر سالب 5، وأجت عنده الثلاثة بدل ما هي موجبة صارت سالب 3، معناته إنه سين حتساوي سالب 5 وسالب 3 حيكون النتيجة سالب 8، وبهيك بتكون انت اوجدت قيمة سين. طيب الان ان شاء الله هنتكلم عن تمارين الكتاب المدرسي، تمارين صفحة 25. طبعا بده السؤال الاول جد ناتج ما يلي، معطيني رقم 1 او مسميها هو البند الاول الف، هي الف، بده سالب 16 تقسيم سالب 2. طبعا انت رايح تحكي لي الجواب، هل قلت عدد سالب تقسيم عدد سالب اتفقنا عدد موجب، و16 تقسيم 2 هتحكي لي 8. بالنسبة للبند ب طالب منك سالب 15 ضرب 26، ما فيش اي مشكلة. احنا بنعرف انه عدد سالب ضرب عدد موجب يعني عند ضرب عددين مختلفين في الاشارة 26 ضرب 15 بتاني هنا عملية الضرب، 5 ضرب 6 0 و3 في اليد، 5 في 2 10 و3 هتحكي لي 13، هتشطب هدول زي هيك وتحط هنا 0، 1 ضرب 6 6، 1 ضرب 2 2، هتجمعهم مع بعض 0، وهنا حيكون عندي 3 زائد 6 9، 1 زائد 2 3. الجواب اذا سالب 390. هذا بالنسبة للبند ب. نيجي الان للبند ج. البند ج طالب مني ما يلي، ج طالب بحكي لي سالب 303 تقسيم 3. احنا بنعرف لما بدنا نقسم عددين مختلفين في الاشارة النتيجة سالب، و303 تقسيم 3 طبعا الجواب حيكون 101، ما فيش فيها اي صعوبة بالنسبة لعملية القسمة. بالنسبة لنفس السؤال نتابعه، معطينا البند دال، دال بده ما يلي، بحكي لي 64 تقسيم سالب 4. احنا لما نقسم عددين مختلفين في الإشارة النتيجة سالب، و64 تقسيم 4 النتيجة 16، واللي ما بيعرفهاش ممكن يستخدم القسمة المطولة، يكتب هنا 64 تقسيم 4، 6 تقسيم 4 فيها 1، 1 ضرب 4 4، وبتعمل عملية طرح. طبعا هذه الأربعة بتنزل زي ما هي. الآن 6 ناقص 4 هتقول لي 2. الآن 24 تقسيم 4 رايح تحكي لي 6، و6 ضرب 4 24 رايح تطلع 0 0، إذن النتيجة النهائية 16. فحيرايح يكون عندي 64 تقسيم سالب 4 النتيجة سالب 16. بالنسبة للبند اللي بعده معطيك سالب 6 ضرب سالب 14، ماشي الحال. الآن رايح تحكي لي عدد سالب ضرب عدد سالب النتيجة عدد موجب، لأنه اتفقنا لما بدنا نضرب عددين متشابهين في الإشارة النتيجة عدد موجب. والآن 6 ضرب 4 4 20 يعني 2 في اليد، و6 ضرب 1 6 زائد 2 8، إذا النتيجة موجب 84. بالنسبة للبند الأخير من هذا السؤال نشوفه مع بعض، معطيني واو طالب منك سالب 625 تقسيم 5 زائد سالب 30، ماشي الحال. السؤال سهل وما فيش اي مشاكل ان شاء الله. اول حاجة بكتب سالب 625 تقسيم، بنجيب ما بداخل الأقواس، عندك موجب 5 وهنا عندك موجب ضرب سالب، اتفقنا سالب،
يعني حيصير عندي 5 ناقص 30. بما انه الكمية السالبة اكتر اذا النتيجة سالبة، و 30 ناقص 5 25، اذا الجواب سالب 25. الان عند قسمة عددين متشابهين في الاشارة النتيجة عدد موجب، وطبعا احنا بنعرف كلنا انه 25 ضرب 25 625، لذلك 625 تقسيم 25 النتيجة النهائية رايحة تكون 25. معطيني السؤال الثاني، بحكي لي احسب، نشوف ايش بده ايانا نحسب القيمة العددية، احسب القيمة العددية للمقادير الآتية. تمام، مديني سين، اول شيء مديني معلومات انه قيمتها 2، ومديني صاد قيمتها -10، ومديني عين قيمتها 0. بدنا المطلوب الاول، بده البند الاول يعني 5 ضرب سين، ما فيش اي مشكلة، بحكي له الخمسة زي ما هي، هي 5 ضرب، وبدل سين نكتب القيمة العددية 2. الان حضروا عددين متشابهين في الاشارة النتيجة موجب، و 5 ضرب 2 10. بالنسبة للبند ب معطيني بده 7 صاد ناقص 30. عادي، الان حيصير كالتالي، حتكتب لي 7 صاد، 7 يعني معناته 7 ضرب صاد، معناها 7 ضرب صاد، حطها في اقواس، ناقص 30، هاي انا وضحت لك اياه، حيصير عندي 7 ضرب، بدل صاد بنحط القيمة العددية -10 ناقص 30. الان موجب ضرب سالب سالب، لانه عنده ضرب عددين مختلفين في الاشارة النتيجة سالب، و 7 ضرب 10 طبعا هتحكي لي 70 ناقص 30. لاحظ انت عندك خسران 70 شيكل، وخسرت كمان 30 شيكل، اذا صرت خسران 100 شيكل، يعني سالب 70 وسالب 30 النتيجة سالب 100. الان نكمل نشوف ايش بده بالنسبة للبند جيم. جيم طالب منك ما يلي، معطيك عين ناقص فاتح اقواس وكاتب لك 4 سين صاد. هذه ايش معناها؟ معناها ما يلي، انه عين 0 ناقص نفتح اقواس، هي 4 ضرب، بدل سين نحط 2 ضرب، بدل صاد نحط -10، هيصير 0 ناقص. الان 4 ضرب 2 8 ضرب 10 80، بس ما انساش انه في عندي اشارة ناقص جوا، هيصير عندي كالتالي. لاحظ هالملاحظة، الصفر هذا يكتب كما هو، ولكن في عندي هنا اشارة ضرب مش مكتوبة، يعني سالب ضرب سالب ايش حيصير؟ موجب. وهذه بدل ما هي كانت سالبة صارت ايش؟ موجب 80، والان 0 زائد 80 الجواب حيكون 80. بنتمنى المسألة تكون واضحة. الان ان شاء الله رايحين نتكلم عن البند اللي بعده، دال طالب منك بده 6 سين زائد عين، طبعا حطت لي اياهم في اقواس، زائد فاتح اقواس تانية كتب لي 11 صاد. عادي جدا منعوض. الان حيصير عندي 6 ضرب، وسين قيمتها 2 زائد عين طبعا 0، هيهم في اقواس، زائد الان 11 ضرب، صاد سالب 10. تمام، الان 6 ضرب 2 12، وفي هنا عندي 0، يعني حيصير عندي 12 زائد 0، طبعا كلكم حتحكوا لي 12، وركز معايا، 11 ضرب 10 حتحكي لي 110، تمام، وعدد موجب ضرب عدد سالب عدد سالب، ولكن ايضا في هنا موجب وفي هنا سالب، موجب ضرب سالب سالب، وال110 بنكتبها زي ما هي. النتيجه النهائيه راح يكون عندي هنا عدد موجب وهنا عدد سالب، ولكن الكميه السالبه اكثر، حيصير 110 ناقص 12، طبعا الجواب 98، ولكن 12 ناقص 110 حيكون الجواب سالب 98. وبهيك بنكون احنا حلينا السؤال الثاني. الان ان شاء الله رايحين
نتكلم عن السؤال الثالث، وبتمنى يكون الدرس سهل وما فيش أي مشاكل. وانت طبعا لازم لما انت تدرس تمسك ورقة وقلم ودفترك الكشكول تكتب فيه وتتبع معانا السؤال. لما نيجي احنا بدنا نحله انت وقف الفيديو جرب حله مرة ومرتين وثلاثة وقارن حلك في الحل تبعنا وشوف وين في اي مشكلة لو واجهتك، وكرر وعيد وزيد. صدقني يعني صدقوني يا طلاب انه لكل مجتهد نصيب، قديش بتدرس وقديش بتتعب ان شاء الله رايح تجيب نتيجة كويسة وافضل دائما. نكمل مع بعض بالنسبة للسؤال الثالث. البند الاول بحكي لي اكتب، نشوف مع بعض، بحكي لي اكتب جملة، تمام، بدنا اكتب جملة قسمة يكون الناتج، يكون الناتج فيها مساويا كم؟ 28. يعني سهلة، انت بدك تجيب الان جملة قسمة بدك تجيب عدد نقسمها بعض يكون الناتج 28. لو انت حكيت سالب 56 تقسيم سالب 2، عدد سالب تقسيم عدد سالب طبعا النتيجة عدد موجب، و 56 تقسيم 2 28. بهيك بتكون انت جبت البند الاول. بالنسبة للبند الثاني بحكي لي اكتب، تمام، جملة ضرب ايش مالها يكون الناتج فيها مساويا سالب 100. عادي جدا، لو انت قلت 100 ضرب سالب 1 خلصنا، لو انت قلت 100 ضرب سالب 1 الجواب سالب 100. وبهيك اعزائي الطلبه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى ان يكون الشرح عجبكم، اتمنى تدعمونا تشتركوا في القناه وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتمنى لكم كل خير وتوفيق من الله. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.